تحية كبيرة لكل اللي عم بيتابعونا وحابين يعرفوا أبرز عناوين الأسبوع بحيفا وعناويننا هيك الآتي: بحث جديد يكشف مدينة حيفا الأذكى في الشرق الأوسط، نركض من أجل السلام في الشرق الأوسط، نائبة رئيس وزراء الصين ضيفة مدينة حيفا، أم الفحم وكريات حايم لكرة القدم للشبيبة فازتا بلقب الفريق النزيه، وأخيرا مهرجان الأجبان في البلدة تحت. لهم مشاهدين انتهت نشرة العنوان، بذكركم بأنه كافة الروابط موجودة بالنص تحت النشرة.